وبالعودة إلى مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية في العاصمة المغربية الرباط، تنضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس الشورى سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل. دكتورة، كان سؤالنا يعني عن عرض كيف كان عرض تجربة مملكة البحرين في مجال المصالحة الوطنية خلال هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قدم الوفد تجربة حوار التوافق الوطني ضمن العديد من التجارب اللي تم عرضها خلال هذه الندوة، وبينا النتائج الكبيرة اللي حققها هذا الحوار، واللي جاء بمبادرة ملكية سامية، وأسهم في إنجاحه ممثلون عن جميع فئات المجتمع، إلى جانب طبعا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واللي كان لهم دور كبير في صوغ التشريعات والقوانين اللي تلبي طموحات وتطلعات شعب البحرين. هذا طبعا إلى جانب وضع برامج حكومية تحقق التنمية الشاملة في المملكة. نعم دكتورة، ما هي البرامج الأخرى التي استعرضها الوفد؟ استعرضنا أيضا مجموعة من الإجراءات اللي اتخذتها البحرين في جميع مؤسساتها من أجل صون الحقوق اللي تضمن استمرار المسيرة الديمقراطية، واللي كان للبرلمان دور كبير فيها. أوجز لك أخي الكريم أهمها تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأيضا إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. وطبعا هذه اللجنتين يعني مبادرات سامية لجلالة الملك الله يحفظه، ويعني وحظوا على إشادة دولية واسعة. يعني أثبتنا للجميع في هذه الندوة الدولية أن البحرين دائما ما تعد نموذجا يحتذى به في مجالات عديدة. واليوم في هذه الندوة المعنية بتجارب المصالحة الوطنية، أيضا البحرين تعد نموذج يجب أن يحتذى به. نعم، من الرباط عضو مجلس الشورى سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، شكرا جزيلا.